أهلا فيكم. برج الأسد في قناتي، راح نشوف توقعاتك العاطفية. طبعا طاقات القراءة مفتوحة، يعني ممكن القراءة تنطبق عليك فترة أكثر من أسبوعين، ممكن أسبوعين، شهر أو أكثر، تختلف الطاقة من شخص إلى آخر. أيضا القراءة عامة، يعني مش راح تنطبق على الجميع، ولكن في ممكن يكون شيء بالفيديو، رسالة أو إشي معين ممكن أنت تستفيد منه، فخذ الإيجابي من القراءة واترك الإشياء اللي بتحسها سلبية أو بتحسها ما بتفيدك، لأنه ممكن تكون الرسالة موجهة إلى شخص آخر. راح نبلش أول إشي بطاقتك، طاقتك الحالية وطاقة الشريك، وشو هي ممكن تكون بعض العوامل اللي عم تأثر عليكم أو تأثر على تواصلكم في الوقت الحالي، وأيضا شو خطواتكم في المستقبل أنت والشريك أو أنت والحبيب ومستقبل العلاقة بينكم. طيب راح نبلش أول إشي بطاقتك يا برج الأسد. عم شوف في حدا بحياتك حاليا عم بتفكر فيه كتير، ممكن تكون عم بتفكر بشخص، عم شوف مشاعرك تجاه هالشخص أول إشي سرية، يعني ممكن ما اعترفت للشخص حاليا بمشاعرك تجاهه، يعني ممكن مخبيها لأنه في عندك بمون هون تحكي عن أسرار، ففي إشياء عاطفية تجاه شخص أنت مش عم تعبر عنها بالضرورة. ممكن أيضا الشخص اللي عم تتعامل معه يكون محوط بأشخاص أخرى بحياته في الفترة الحالية، وأنت عم تراقب الوضع من بعيد أو عم تراقب هالشخص من بعيد. عم شوف السبب اللي عم يخليك مش عم تحكي حاليا، واحد منهم إنه أنت مركز على وضعك المادي، بدك وضعك المادي يتحسن، وأيضا عم تبحث عن الشفاء العاطفي، عم شوفك بفترة عم تحاول تستشفي قدر المستطاع لأنه بدك الوضع يكون متوازن بينك وبين الشخص الآخر، بمعنى بدك موازنة تكون في بينك وبين الشخص الآخر بالأخذ والعطاء، ويكون في طاقة إيجابية، فأنت عم تحاول تخلي منظورك تجاه الشخص اللي عم تتعامل معه أو حتى إذا كان بعلاقة مع شخص آخر حاليا أو في حواليه أشخاص هو محوط فيهم، عم شوف إنه أنت عم تحاول تنظر للأمور بطريقة إيجابية أكتر. بالنسبة لطاقة الحبيب أو طاقة الشريك، الحبيب اللي عم تتعامل معه مش مرتاح حاليا، عم يحس انه في فراغ بحياته، في فراغ عاطفي، مشوش كتير بالتفكير، في عنده اكتر من اختيار عم يتعامل فيه حاليا او اكتر من شخص بحياته حاليا. ايضا ممكن يكون طاقته كتير قاسية او كتير بارد بالفترة الحالية بسبب إنه عم يبحث هو عن الارتباط وعن الالتزام وعم يبحث عن علاقة جدية، ولكن بتوقع هالشخص عالق بين شخصين ومش عارف يختار منهم، فالوضع عم يسبب له تشوش، توتر، وأرق، وقلق، وبالمقابل من جوا مش راضي هالشخص، بيحس انه في عنده نقص او جميع الاختيارات اللي هو محوط فيها حاليا بيحسها مش عم تحقق له الرضا النفسي اللي هو بيطمح فيه. ايضا ممكن يكون هالشخص في عنده مخاوف داخلية كتير كبيرة،
مشان هيك عم يحاول إنه يوفق بين شخصين أو يشوف مين الشخص الأمثل لإله بالعلاقة. ولكن إذا أنت حاليا مش مع هالشخص، عم شوف إنه جميع الاختيارات أو الأشخاص اللي حواليه اللي عم يحاول يوفق بينهم هالشخص، الأندرتون أو الطاقة الخفية لهالشخص إنه مش راضي عن اختياراته اللي عم يمر فيها حاليا، ومشوش عاطفيا وبحاجة إنه ياخد قرار بالفترة الحالية بحياته، بيحتاج إنه ياخد قرار. بالنسبة للطاقة المشتركة بينكم، عم شوف إنه في أسرار بينكم، وفي تشوش بينكم، وفي صراع عن السلطة بينكم، ولكن في رضا نفسي مع بعض. عم تحاولوا، عم شوف إنه واحدة من أسباب المشاكل اللي بينكم أو الخلاف اللي عم تواجهوه حاليا، إنه عم تحاولوا إنه تتركوا بعض هون، ولكن بالمقابل لسه مشوشين. يعني أنت وهالشخص في بينكم عواطف كتير عالية وتفاهم بينكم كتير عالي، وبتحس إنه هالشخص مصدر سعادة بالنسبة لإلك، بالمقابل هو أيضا بيحس إنه مصدر سعادة بالنسبة لإلك، ولكن في بينكم أسرار، في شخص بينكم كتوم، في شخص بينكم ما بيحب يحكي أو ما بيحب يعبر عن مشاعره، لأنه دائما بده يظهر بصورة شخص منتصر أو شخص متمكن. أيضا ممكن يكون بعلاقتكم في شخص أو في طرف، حتى الطرف الآخر على منصة، أو عم يتوقع من الطرف الآخر أشياء هو غير قادر على تحقيقها، عم تسبب مشاكل لأنه هالشخص عم يواجه صعوبة بأنه يستمر بنفس الصورة اللي أنت أو هو بدك إياها، بدك إياه أو هو بده إياك تظهر فيها. لأنه عم شوف إنه في إشي مش واضحة بينكم بخصوص العواطف، وبخصوص أشياء أخرى أيضا ممكن تكون عملية. في شخص عم يحس إنه ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه يكون ظهر لك بصورة في بداية العلاقة غير عن حقيقته أو غير عن طبيعته، وهالشي عم يسبب تشوش بالفترة الحالية. بالنسبة لخطواتك في المستقبل، عم شوف هون برج الأسد في عندك help from above، في عندك مساعدة إلهية رح تيجيك من عند الله، في عندك تدخل في المستقبل، تدخل روحاني، وتغيرات رح تصير، في عندك تغيرات كتير رح تصير. عندك the death card transformation تحولات، عندك the wheel of fortune تغيرات أيضا، وعندك بداية عاطفية رح تمر فيها جديدة، ممكن عرض عاطفي رح يجيك أو أنت عم تبحث عن عرض عاطفي بالمستقبل. في عندك ace of wands، ممكن تكون أيضا ممكن في حدا جديد يفوت بحياتك، والبداية الجديدة مع هالشخص رح يكون فيها passion أو فيها شغف كتير عالي مع هالشخص، أو ممكن الوضع يتغير بينك وبين الحبيب أو الشريك ويصير في تغيرات وفي بداية جديدة أو تصالح من نوع ما رح يصير بينك وبين هالشخص. ولكن بالمستقبل الشيء الأكيد هون إنه أنت رح تمر
بتغيرات بشخصيتك، بتغيرات بروحانيتك أيضا، لأنه برج الأسد في المستقبل أنت محمي، محمي من الكون، أو محمي من الله هون، لأنه في عندك مساعدة وفي تدخل رباني هون رح يصير. ممكن التغير أيضا يكون مؤلم بالنسبة لإلك، أو ممكن أنت تشوفه مش مساعدة، لأنه هالكرت التغيرات اللي بتجيك منه بتكون عادة مؤلمة وبتكون قاسية. فأنت من النظرة الأولى أو كبداية يعني ممكن ما تشوف الجانب الإيجابي بهالتغيرات اللي راح تجيك، ولكن هي تغيرات لابد منها. بالنسبة لطاقة الحبيب بالمستقبل أو خطواته في المستقبل، عم شوف هالشخص هالشخص عم شوف إنه في عنده مشكلة بالكوميتمنت، أو مشكلة بالارتباط، أو مشكلة بإنه يفوت بعلاقة جدية، لأنه في عنده نوع، أو في عنده طاقة برية، أو مثل الحيوان الطليق اللي ما بيحب إنه يكون مقيد. فممكن أنت عم تتعامل مع شخص بيخاف كتير من إنه يفوت بعلاقة جدية، لأنه بيخاف من إنه نفس الكارما أو نفس الدورة بالماضي تتعاد وتتكرر في المستقبل، أو نفس العلاقة الفاشلة اللي مر فيها بالماضي تتكرر بالمستقبل. فهالشخص عنده مشكلة بالارتباط، ما عنده مشكلة بأنه يظهر مشاعره، لأنه عندك Two of Cups هون، فبالمستقبل عم شوف أنه هو ما عنده مشكلة بأنه يظهر مشاعره، ولكن ارتباط جدي والتزام عم شوف أنه هالشخص بيرفض هالفكرة أو بيبعد هالفكرة، وكأنه عم ينتظر رسالة أو عم ينتظر إشي معين. أيضا البداية العاطفية اللي هو بيطمح فيها الحبيب أو الشريك في المستقبل هون، عم شوف بالنسبة لإله لازم يكون فيها نوع من الجدية، أو يعني لحتى هالشخص يوثق أو يحط نيته كاملة بالعلاقة ويرتبط فيها ويلتزم التزام كامل، لازم يكون فيها ارتباط جدي، بمعنى انه انت لازم تتفرغ لهالشخص بالمستقبل، او ممكن يكون بيخاف كتير الشخص اللي بتتعامل معه، بيخاف انه يتربط او حدا يقيده، بيخاف انه يخسر حريته. للبعض منكم اللي عم تتعامل مع هالشخص بالمستقبل بدك تكون مرن مع هالشخص كتير، وبدك تعطيه إشارات وأمارات بإنه أو تعطيه حريته وتعطيه مساحة معينة يتحرك فيها هالشخص، لأنه عم شوف إنه ما بيحب أبدا، إنه بيخاف من إنه يتربط. أيضا بيخاف من إنه يخسر قوته بالمستقبل. ممكن بعلاقاته الماضية هالشخص يكون تعرض لنوع من الأبيوس، أو تعرض لنوع من التعنيف، لأنه الملك هون طاقته كتير طاغية على الإمرأة هون، فممكن يكون بالماضي تعرض لنوع من الإساءة وخايف إنه بالمستقبل تتكرر، مشان هيك وخايف إنه يرتبط، لأنه لازم يكون عنده ثقة كاملة بالشخص اللي رح يرتبط فيه، لأنه مبين أنه هو في الماضي تعرض لبعض الأشياء اللي هي يعني سببت له التراما أو صدمته، ولسه عم يحاول أنه يستشفي منها في الوقت الحالي. بالنسبة لطاقتكم في المستقبل، عم شوف أنه رح تنحط
انتوا انت وهالشخص بطريق انه لابد من انه تختاروا اختيار. في طرف في احتمالين في احتمالين بالمستقبل ممكن يصيروا. في شخص ممكن لأنه عندك اختيار هون، في شخص ممكن يقرر الرحيل وراح يسبب كسرة قلب للشخص الآخر، Three of Swords، وفي شخص عم يحاول إنه الاحتمال الآخر إنه يجذب أو يكون في تصليح للعلاقة بينكم. ولكن في عندك the devil هون، في التواصل ممكن تكونوا أيضا soulmate، لأنه التواصل بينكم بيعكس، يعني في إشي حتى إذا ما كان في طرف ثالث أو في طرف آخر أو في حدا رح يترك العلاقة، حتى إذا ضليتوا مع بعض عم شوف إنه في بعض الصعاب رح تواجهكم بطريقكم، لأنه أنت بتطلع بيها الشخص إشي بيحتاج إلى التعديل أو تحتاج إلى التصليح، وهو أيضا رح يطلع فيك إشي بتحتاج إنه تنحل. فممكن ممكن هالإشي اللي أنت بتطلعها تكون نوع من أنواع أيضا التراما أو الصدمة اللي مر فيها الشخص اللي عم يحاول يتجنبها قدر الإمكان، ورح تكون رح تكون مؤلمة العلاقة بينكم لطرف معين، ورح تحتاج إنه يكون فيها شفاء ويكون فيها استشفاء. أيضا رح تتطلب منك في المستقبل إذا هالشخص بده مساحة، رح يتطلب منك إنه تتفهم إنه هو مش ما بده يكون معك، ولكن في عنده إشياء بيحتاج يصلحها بحياته، ويحتاج هو فقط يصلحها بحياته، يعني مش رح تقدر أنت تساعده فيها، ممكن فقط ترسله طاقة إيجابية أو تعرفه أنه أنت دائما رح تكون معه أو يعني موجود في حال احتاج أي مساعدة أو أي إشي. هدول كروت هون رسائل ممكن تجيك من الشخص أو رسائل الشخص الآخر بيحب أنه يحكيها لإلك، ولكن مش يعني صعب عليه أنه يعبر فيها عن مشاعره تجاهك. فهي بعض الرسائل اللي ممكن هالشخص يوجهها لإلك. أيضا إذا حبيتوا فكرة الرسائل، إذا بتحسوا إنها انطبقت هيك بكفي، والله كتير بس معلش، إذا بتحسوا إنه الرسائل انطبقت ومفيدة كانت لإلكم رح نكمل فيها بالقراءات القادمة. فحبيبك بده يحكي لك واحدة من الرسائل: Your vibe is something rare and hard to find in anyone else. طاقتك مع هالشخص هو بيشوفها شيء نادر وصعب عليه انه يلاقيها في شخص آخر ويوجدها في شخص آخر. I realized that I chose the wrong person. فإذا هالشخص اختار حدا آخر بحياته أو كان في طرف ثالث بحياته هالشخص، فهم هلأ أو استنتج هلأ أنه هو اختار الشخص الغلط. للبعض منكم I am falling for you. فهالشخص مشاعره عم بتزيد تجاهك وعم يحس أنه بيقع في الحب تجاهك، مشان هيك ممكن أيضا هالإشي عم تسبب له مخاوف وعم يحاول يهرب من العلاقة، لأنه ممكن لأول مرة عم يحس بإشي صادق بينكم. Music gets me in my feelings when it comes to you. فهالشخص بس يسمع أي إشي بيخص موسيقى أو أي أغنية معينة بيحس فيها تجاهك أو بتأثر عليه من ناحيتك.
I can sense how you're feeling and thinking. فطاقتك عم توصل لهالشخص، بيحس بطاقتك بس تفكر فيه فبتوصل له الطاقة. بيحكي لك انه هو بيحس كيف انت بتحس وكيف ايضا بتفكر. I don't know how to receive your energy. Teach me how to love and receive you. فهالشخص في عنده صعوبة بانه يتقبل بيتقبلك ويتقبل طاقتك، لانه ممكن يكون مش متعود على اشخاص مثل هيك بحياته، فهو بده اياك تعلمه او تصبر معه او توريه كيف ممكن يحبك او يستقبل هالكونكشن بينكم او هالتواصل بينكم. I cannot lie, I do touch myself thinking of you. فهالشخص في عنده مشاعر جسدية تجاهك، ومرات بيفكر فيك بطريقة جسدية. I am watching you in real life over social media. فهالشخص عم يراقبك سواء كان بالسوشيال ميديا أو بالحياة الفعلية أو الحياة العملية، بيعتمد على إذا أنت عم تشوف هالشخص بالحياة العملية أو بالسوشيال ميديا. فهاي كانت رسائل ممكن، فمبين حبيبك بده يحكي كتير لأنه في رسائل كتير طلعت لإلك برج الأسد. فهاي كانت بعض الرسائل اللي الشخص بده يوصلها لإلك أو بده يحكي فيها معك. رح نشوف آخر إشي فقط، نصيحة لإلك. أوكي، ففي بداية جديدة رح تصير بينك وبين هالشخص، وفي تكملة لكارما قديمة رح تصير أيضا. positive recognition, successful completion, new beginning. في نهاية أنت رح تمر فيها، ممكن مع شخص قديم أو ممكن هالشخص رح يمر بكارما قديمة رح تسكر ورح يخلص عليها، لأنه في عندك wheel of fortune أيضا. ففي تغيرات أنت أو فصول أنت رح تسكرها، وفي عندك فصول أو أبواب جديدة رح تنفتح مع هالشخص. و positive recognition، فإذا أنت عم تحاول توصل لهالشخص كيف أنت بتحبه أو كيف بتفكر فيه، هالشخص رح يشوف طاقتك أو رح يتعرف عليها أو رح يستقبلها. يعني ممكن أنت تحس إنه بعض الأشياء اللي بتوصلها لإله مش عم توصل لإله أو مش عم يفكر فيها، ولكن هي عم توصل لإله بالفعل. أوكي حبايبي برج الأسد، بتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها. إذا حبيت الفيديو لا تنسى تحط لي لايك وكومنت شير وسبسكرايب. إن شاء الله رح أشوفكم في فيديو قادم. شكرا لكم جميعا.